على حسب الاي سي اتش كتسهيل لي عمليه البرزنتيشن على شكل تراينجل. التراينجل دوت بتبتدي اول حاجه من موديل 1. موديل 1 ده ما هواش كونتنت اساسي من السي تي دي. ليه؟ لان موديل 1 هو عباره عن ريجنال ادمنستريتيف انفورميشن. كلمه ريجنال يعني هنا كلمه معناها ان هي حاجه مش كومن. فبالتالي اول موديل يكون عباره عن ادمنستريتيف انفورميشن، عباره عن ابلكيشن كفر ليتر. هقدم اوريدي باكجنج ماتيريالز كارتورك، هقدم اوريدي داتا خاصه بالباكج ماتيريالز بتاعت الارت ورك والبروتوكول انفورميشن اس ام بي سي سمري اوف برودكت كاركترستكس، هقدم بيشنت انفورميشن ليفلت، هحط برضه من ضمن الداتا هنا عندي لو اي داتا خاصه بالفارماكوفيجنس. طب فبالتالي كل هيلث اوثورتي بتحط ايه الكونتنتس بتاعتها، محدش الكونتنتس دي كومن ثابته لكل البلاد، كل بلد من حقها تحط ايه الكونتنتس اللي عايزاها وبالترتيب اللي هي عايزاه. فبالتالي يعتبر لو جينا بصينا من ناحيه الاي سي اتش فهو الموديل 1 نوت بارت اوف ذا سي تي دي، ما يعتبرش جزء من سي تي دي، لان كل هيلث اوثورتي هتحط الكونتنتس على حسب ما هي عايزه ايه الكونتنتس وبالترتيب اللي هي عايزاه. بس انا كشركه لما هاجي اقدم للبلد دي انا لازم امشي بالترتيب ده بالكونتنتس ده، ما اقدرش ان انا اعدل لنفسي. فبالتالي سي تي دي بتبتدي من ايه؟ بتبتدي عندنا من موديل 2 وموديل 3 و4 و5. فهو سي تي دي بيتكون من 5 مودلز. موديل 1 هو عباره عن ريجنال ادمنستريتيف انفورميشن، كل هيلث اوثورتي من حقها تحط ايه الكونتنتس بالترتيب اللي هي عايزاه. هنبتدي الاول بعد موديل 1 موديل 3. موديل 3 ده الكواليتي موديل، ده يعتبر الكور بتاع سي تي دي، يكون في كل الداتا الخاصه بالدراج سبستنس والداتا الخاصه بالدراج برودكت. بعد كده عندنا موديل 4 ده النون كلينيكال ستادي ريبورت، وموديل 5 الكلينيكال ستادي ريبورت. ايه الفرق ما بينهم؟ ما بين موديل 4 وموديل 5 الشركات الانوفيتورز علشان يبتدي ان هو البرودكت يكون فيه اوريدي ينزله قبل ما يبتدي او يسجله، قبل ما يسجله هو بيكون في ترايلز عملها. الترايلز دي مره اكيد الاول على مثلا سبيسيفيك انيمالز اوريدي هيعمل عليها الستادي بتاعته بحيث يتاكد من الافيكاسي، يبتدي يتاكد من السيفتي، يبتدي يتاكد اوريدي من الكواليتي، فيبتدي ان هو مثلا على الانيمال سبيشيز الاول. بعد كده يبتدي ان هو يشتغل على البيشنتس او الهيومن بينجز، يبتدي يخش على الكلينيكال ستاديز. فالنون كلينيكال ستاديز ريبورتس بيكون اوريدي على الانيمالز، بيبتدي ان هو يشوف السيفتي والافيكاسي للبرودكت. اما بالنسبه لموديل 5 فهو بيشتغل على الكواليتي للبرودكت، موديل 5 على الهيومن بينجز، او لو كان هيستخدم اوريدي انسترومنتس معينه ان هو اوريدي هيعمل هاي ويفر فهيستخدم اتش بي ال سي، فدي كيس ثانيه. بس هو يعتبر موديل 5 مين يعتبر بتوجه لمين؟ بتوجه للبيشنتس، الستانس اللي هتتعمل على البيشنتس. اما موديل 4 هو الستانس اللي هتكون هتتعمل على الانيمال الانيمالز كلها حسب ايه السبيشيز اللي هيستخدمها في الانيمالز. يبقى احنا كده عندنا موديل 3 زي ما قلنا ده اللي هو الكواليتي موديل، موديل 4 النون كلينيكال، موديل 5 الكلينيكال. هو موديل 4 كده ده خاص بالشركه الانوفيتور، يعني المالكه اساسا للمستحضر او للماده الخامسه. احنا هنجيبه بقى ازاي؟ احنا بالنسبه لنا كشركات جينيركس ما بنعملش موديل 4، ما بنشتغلش عليه. وبوقتها انا ايه الداتا اللي انا هحطها في موديل 4؟ هقول مين هو الريفرنس انوفيتور بتاعي. فبالتالي انا كشركه جينيريك مش هعمل الداتا دي، والريفرنس بتاعي شركه كذا اللي اوريدي البرودكت بتاعها تريد نيم كذا. يعني انا كشركه جينيريك لازم كل الستبس بتاعتي بتاعت موديل 5 هتكون معتمده على، وموديل 3 هتكون معتمده على الانوفيتيف برودكت. طب ده معناه ان انا موديل 4 اعمله ديليت؟ لا، احنا بنسيب موديل 4 موجود وباجي بس في اول سكشن بقول مين هي الشركه الانوفيتيف وايه هو الريفرنس برودكت اللي انا استخدمته في كل الترايلز او كل الستبس بتاعتي اللي انا عملتها سواء في موديل 3 او في موديل 5. موديل 2 طيب، موديل 2 هو عباره عن سامري اوفر فيو لموديل 3 وموديل 4 وموديل 5. موديل 2 اول حاجه بيتكون من كواليتي اوفر اول سامري، يعني معناها هو عباره عن سامري لموديل 3. طيب تاني حاجه عندنا في نون كلينيكال اوفر فيو ونون كلينيكال سامري، فبالتالي هما اوفر فيو وسامري موديل ايه؟ موديل 4. بعد كده كلينيكال اوفر فيو وكلينيكال سامري، يعني معناهم ان هم عباره عن سامري واوفر فيو لموديول 5. فموديول 2 هو عباره عن اختصارات لموديول 3 و4 و5.
فانا بتي لما هاجي احضر الدوسير احضر الاول موديول 3 واحضر موديول 4 لو انا شركه انوفيتور او البرودكت بتاعي فاي سيميلر برودكت فايولوجيكال برودكت ساي يعني لو انا انوفيتور او فايولوجيكال برودكت وبعد كده احضر موديول 5 وبعد كده بقى ابتدي ان انا احضر موديول 2 لان هو عباره عن سمري لموديول 3 و 4 و 5 يبقى عندنا سي تي دي هو بيتكون من 5 موديولز موديول 1 بنسميه موديول 1 بنسميه ايه الموديول دوت ريجنال ادمنستريتيف انفورميشن يعني معناها ان هو سبيسيفيك على البلد تمام فبالتالي من كل هيلث اوثورتي هحط ايه الكونتنتس بالترتيب ده عايزاه من اول موديول 2 ده يعتبر كده السي تي دي قلنا موديول 2 بنسميه الموديول ده ايه سامري او اوفر فيو هو سامري اوفر فيو الايه موديول 3 ايه هو كواليتي موديول 4 نون كلينيكال موديول 5 كلينيكال الفرق ما بين النون كلينيكال والكلينيكال موديول 4 مين مين هيعملها موديول 4 بقى الانوفيتور سواء ان هو فارماسيوتيكال او بايولوجيكال برودكت موديول 5 الكلينيكال لكل الشركات سواء جينيركس او انوفيتور هيبتدي ان هو يعمل موديول 5